gol, 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 gol! Mario Fontanella! جول بالجرينتا الايطالي يحسم الامور بالجرينتا. والهدف ياتي هدف التعادل عن طريق ماريو بيدرا. يوسف نجف الآن الكرة العرضية الخطورة والهدف يأتي هدف التعادل عن طريق ماريو بيدرا. هدف التعادل ماريو بيدرا أيضا مع الدقيقة الرابعة من شوط المباراة الثاني. ماريو بيدرا يسجل هدف التعادل ويعادل النتيجة. هنا التبريرة البينية، هنا لحظة تبرير الكرة ما فيها تسلل. ماريو بيدرا في التمركز الصحيح. عن طريق ماريو بيدرا. الذي لم يخسر إلى الآن كرة محاولة خطيرة خطيرة ملعوبة. المفاجأة
وفي توقيت مبكر تأتي عن طريق الإيطالي ماريو بيترو. ماريو بيترو يفاجئ الجميع، وفاجأ وسط ترشيحات قليلة جدا من المدافع، وبعد ذلك العرضية صناع السحر ماجيك از كامينج، وبيترو يضع الكرة في المرمى. يخسر أمام اليربو، فاز في 15 مرة وتعادل في 4 مرات. كرة بتسديد حلوة، الكرة من جديد عن طريق ماريو بيترو، ولكن حارس المرمى علي كرام يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، عارضة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. وقبل ذلك ماريو بيترو يفاجئ الجميع واليرموك. جول ماريو فونتانيلا. ماريو بيترو جول ماريو فونتانيلا.